نعمة كبيرة من نعم ربنا علينا هي النسيان، ان احنا دايما بننسى، لان احنا دايما بنتعرض لمواقف صعبة في حياتنا، فلو ما نسيناش هذه المواقف مش هنعرف نكمل بقية حياتنا. فدي من النعم اللي ربنا انعم علينا بيها، ان احنا دايما الانسان بينسى حاجات كتيرة مرت عليه. الانسان الذكي اللي دايما كمان بيرتب اولوياته في ذاكرته، فبالتالي في بعض الحاجات الصغيرة كده ممكن تعدي وممكن ينساها، لكن في بعض الاحيان النسيان بيتسبب في مواقف محرجة، خاصة لما تنسى مثلا اسم شخص. ده دايما يحصل، ان انت تكون موجود في مكان وعارف الشخص ده وهو عارفك، هو بيسلم عليك باسمك وانت مش قادر تفتكر اسمه قوي، فبتقعد تقول له اهلا ازيك، ويعني بتحاول تلف كده عشان توصل لاسمه لكن ما بتعرفش. في بعض الناس بيقولوا ان ده بيرجع لان دايرة المعارف بتكون كبيرة، كلما اتسعت دايرة معارفك فبالتالي انت مش تقدر تحفظ اسماء كل الناس اللي انت بتقابلهم في حياتك. بعض الناس بيقول ان ناس بتبص لهذا الامر، انك مثلا تعرف اسماء ناس قابلتهم مرة او مرتين، دي حاجة بتبقى حاجة مش مهمة بالقدر الكبير، فبالتالي انت بترتب اولوياتك عشان تقدر تتخذ القرار المناسب، فبتفضي مساحة من الذاكرة، ما بتشغلش الذاكرة بتاعتك بكل تفصيلة بتمر بيها في يومك، فبالتالي ممكن تنسى اسماء الاشخاص عادي جدا وحاجات بسيطة ممكن تعديها. لكن في بعض الناس بتقول ان دي قد تكون نرجسية، ناس مثلا ما تاخدش بالها من اسماء الناس كتير حواليها، سواء قبلهم مره او مرتين، لمجرد احساسهم بالنرجسيه، فبالنسبه له مش فارق قوي يعرف اسمه او لا. بس على كل ده دايما بيتسبب في مواقف محرجه، انك تقابل شخص يكون عارفك وبيسلم عليك باسمك وانت تبص له تقول له ازيك يا باشا، ازيك يا فندم، عامل ايه، ازي حضرتك، اخبارك، والمدام عامله ايه. تاني الموضوع ده ازاي؟ بص، بتحصل لي كتير جدا جدا جدا. انا عندي مشكله، انا فعلا ما بفتكرش الاسامي خالص، لكن ما بنساش وش شفته، يعني بفتكر كويس قوي لو انا حد ده انا عارفاه، ببقى عارفه ان انا شفت الشخص ده قبل كده، لكن مش فاكره الاسم. لما قريت اكتر في الموضوع لقيت انه ده الطبيعي مع تطور الانسان، احنا كنا مخلوقين في الاول ان احنا نحفظ الوشوش، وبعدين مع تطور الانسان ابتدى يبقى فيه الاسامي، فابتدى الموضوع يبقى شويه زي يعني لود على الذاكره بتاعتنا. في اسباب كتيره قوي لعدم انك تفتكر الاسامي او تنسى الاسامي، ومنها انك يبقى عندك حاجه زي القلق، او ممكن يكون الاكتئاب او الوسواس القهري، في حاجات كتيره قوي بتسبب انك تبقى بتنسى الاسامي. لكن طبعا اشهرها واللي هيبقى عندنا كلنا تقريبا هو انك ما بتبقاش مركز قوي، يعني ممكن انت دخلت على ناس جديده اول مره تشوفهم، فتعرفت على كذا حد، وده بيرجع لدايره المعارف الكتير اللي كان شاذلي بيحكي عنها، فانت في دماغك يومك وايه اللي بيحصل فيه والشغل، وبعد الشغل البيت والعيال والمدارس والمصاريف والحاجات دي كلها، فانت اصلا دماغك مليانه، فمش مركز قوي مع الاسامي الجديده اللي انت تتعرف عليها، بالذات لو شفت الشخص ده مره او اتنين فقط. من الحاجات التانية انك مثلا يبقى الشخص ده عندك على وسائل مواقع التواصل الاجتماعي بس، يعني انت متعرفوش، ما شفتوش في الحقيقة، مجرد بس ان انتوا عملتوا اضافة لبعض لكن انتوا ما تعرفوش بعض. اسباب كتيرة قوي بتسبب النسيان بالذات في الاسامي، وبتسبب ليها بعدها مواقف يمكن طريفه، خليني اقول مش محرجه، يمكن بحس ان محدش ممكن يزعل قوي من حاجه زي دي، لانه كلنا بنتفهم انه الحياه اكيد مشاغل، وكلنا اكيد ما بيبقاش قصدنا ان احنا ننسى يعني او نحرج حد. المشكله دي في الحقيقه يعني شائعه جدا يا شاذلي، ومش حاجه تخلينا نقلق، يعني انا شخصيا حصلت لي كتيره جدا، وزي ما انت قلت اول ما بقابل شخص اهلا ازيك يا فندم ايه الاخبار وكده، بس هو بيبقى عارف انك ناسي اسمه بالمناسبه، يعني بجد؟ طبعا انت يبص في عينك يعرف على طول. انت طب انت عارف ان انا مره حد قال لي طب انا اسمي ايه؟ ما اعرفش. لا اقول له ما حرام عليك، يعني اقول له خلاص عديها بقى. عديها مش كده. انا عندي مشكله في تسجيل اسماء الناس كمان على الموبايل، دي بقى مشكله ثانيه، ما بعرفش اسجل الاسم كده وخلاص، لا اسجل الاسم واقول تبع بسنت اللي قابلته فعلاً؟ في الشغل قدام باب الشغل عشان اقدر اعرفه. ما هو انا لو قابلت حد مره او مرتين وخدت رقم تليفونه على سبيل ان يكون في تواصل وكده، مع الوقت غصب عني انا هنسى، انا هكتب اسمه بس ما فيش علامه مميزه جنب الاسم، ما هو الاسم بيتشابه، خصوصا لو كان اسم الاسماء المعروفه احمد محمد مش مثلا عارفه. صح. فهميزه ازاي؟ فبكتب بقى تبع، بعد ما اكتب الاسم او تبع بسنت مثلا، تبع بسنت، يعني لازم في علامه مميزه تقابل المكان اللي اتقابلنا فيه. فدي مشكلة. انا عندي حاجة بقى وحشة جدا، انا فعلا ما بحبش ابقى بحرك حد خلاص، ببقى فاهم دي نيتي،
فلو حد بالذات قابلني كذا مرة أو قابلتني كذا مرة فأقرر فجأة كده معرفش ليه من اللا شيء أقرر إيه ده، طب يلا معاكي رقمي صح، هي بتقولي آه إحنا ادينا أرقامنا لبعض ولا أكيد معايا، فترن لي انا اقول اي حاجه عشان افتكر الاسم ما الاقيش، فمش عارفه اقول لك ايه بصراحه، انا اسف. من المواقف اللي فعلا بتبقى محرجه جدا، لكن زي ما قلنا بتبقى محرجه بشكل طريف. وعايزه اقول ان كتير مننا بيتعرض للمواقف دي ومفيش حاجه بتدعو للقلق. امتى نقلق؟ لما نلاقي نفسنا بنبتدي ننسى المهام الطبيعيه اللي بنعملها في يومنا، مش بس اسامي ناس اول او شفناهم مره او اتنين، الحاجات دي مش مقلقه خالص. احيانا النسيان بيتسبب في مواقف محرجه خاصة لما تنسى اسم الشخص. احكي لنا عن موقف حصل لك، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجاباتكم اللي هنستعرضها ان شاء الله في خلال الحلقة النهاردة. اهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم.